تعتبر مرحلة حكم السلطان اليزيد أكبر محنة في تاريخ اليهود بالمغرب، فقد اتسم عهد السلطان قبله محمد بن عبد الله بالتعايش والتسامح وحماية السلطان الشريف للطائفة اليهودية، ومباشرة بعد موت السلطان محمد بن عبد الله عام 1790 عمت الفوضى البلاد، وقاد ابنه يزيد حملة اضطهاد غير مسبوقة ضد اليهود، ففرض عليهم الضرائب وطردهم من فاس، وزرع جنوده الخراب والموت في العديد من المدن، واعتقل المولى اليزيد مستشار أبيه اليهودي مردخاي شريكي وأمر بحرقه حيا. لم يكن مردخاي شريكي مجرد مستشار للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، بل كان صديقا مقربا ومثقفا حكيما، نزح من مراكش واستقر بالعاصمة مازاغان بالقرب من السلطان الشريف، لكن المولى اليزيد اعتقله وخيره بين اعتناق الإسلام والقتل. لكن زعيم الطائفة اليهودية كما تقول بعض المؤلفات التاريخية سخر منه وتنبأ بموته المأساوي في وقت قصير، وأوصى بأن يحرق في فرن الجير، وقد نجحت عائلته في الفرار بثروته الضخمة إلى فاس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.